فانت اراده شنو؟ تاني البايه بدال ما تعبر على تدوس عليها قدم واحده لا امشي بها قدمين. ليش ارادتك تاني بالسالفه؟ شنو يعني غير محدده؟ يعني وقت بس أنا ما محددة لا بدايته ولا نهايته، يعني راح أقول لمدة 4 سنوات. زين هاي ال4 سنوات شو وقت بدت؟ اللي مطلوب مني يا حلوين بهذا الكونفرزيشن أنه أنا أقرأ مرة ومرتين بعد ما أشوف المحاضرة الأولى اللي أنا شرحت بها صيغة الماضي البسيط.